السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طبعا بعتذر على الفيديو اللي مش هنزل النهارده فيديوهات. انا كنت امبارح النهارده 16/3، النهارده كان ميعاد كده القناه بتاعتي بقالها سنتين، والحمد لله عملنا مجهود حلو في السنتين دول، عملنا فيديوهات حلوه وعملنا متابعين محترمين وعملنا وصفات كتيره وكده. فانا كنت امبارح عامله صينيه بسبوسه كبيره، وحتى كنت منزله صوره على الانستجرام، وكنت عامله احتفاليه كنت هنزلها النهارده، بس لسه بجمع الفيديو عشان انزله. لقيت احنا من امبارح ما فتحناش التلفزيون ومش متابعين حاجه من امبارح عشان كان عندنا ناس. لقيت ان في حسبي الله ونعم الوكيل في الراجل اللي موت الناس اللي في الجامع بره دول، فعشان كده احنا ما كناش نعرف خالص. قلت لا، انا ما ينفعش انزل عيب برده مهما كان دول مسلمين، مش عشان خاطر مش في بلدنا يعني ما بقاش عندنا دم، لا طبعا ما ينفعش. فعشان كده انا مش هنزل فيديوهات النهارده، بكره ان شاء الله هنزله. حتى والدتي ما كانتش تعرف الفيديو، هي نزلت ان شاء الله فيديو عندها في القناه وما كانتش تعرف. بس حتى اللي عرفنا ان شفنا تعليق مكتوب واحده بتتكلم في الموضوع ده، فدخلنا على الفيسبوك وشفنا، وعشان كده عرفنا ان في حاجه حصلت امبارح تقريبا. تمام. فانا يعني بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده. يعني انا مش فاهمه ليه كل الغل والحقد على المسلمين دول، ليه يعني ليه يبقى في كده؟ ليه يعني ايه الافاده من كل ده؟ انا ما اعرفش. انا طبعا بعتذر لكم المره الثانيه، وان شاء الله بكره ان شاء الله انزل وصفه عاديه مفيش مشكله خالص. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، واتمنى ما تكونوش زعلانين مني في حاجه، بس حقيقي فعلا احنا ما كناش نعرف حاجه زي كده. احنا برده عندنا دم والله، وبنحس بالبني ادمين. وحاجه كمان عايزه اقولها لكم، بشكر كل الناس اللي في القناه عندي بقالهم سنتين معايا. احنا السنه اللي فاتت انا احتفلت بالموضوع ده، وكان حسن جوزي في البيت عندي ساعه ما كنت عامله التورتيه الموف. فعقبال كل سنه كده مع بعض ان شاء الله. انا بس حابه افكركم بالذكرى الحلوه دي. احنا النهارده داخلين في 750,000 اهو، قربنا عليهم. كل ده طبعا بفضل الناس المحترمه بعد ربنا ودعوات امي ليا، طبعا الناس المحترمه اللي موجوده معانا. عقبال يا رب كل القنوات كده ما تحتفل بمليونيه ليها، كل القنوات، مفيش اي قناه بلا استثناء. وعايزه اقول حاجه للقنوات اللي هي لسه مبتدئه، مفيش حاجه اسمها قناه صغيره وقناه كبيره. القناه الصغيره، القناه الكبيره كان في يوم من الايام لسه صغننه، يعني لسه محتواها صغير، عدد مشتركينها صغيرين، مشاهداتها صغيره. اللي هيكبر قناتك ولا انا ولا غيري ولا اي حد. يعني اللي كاتبه لي امبارح ابوس ايدك صغيره الفيديو دي ضايقتني انا، ولا تبوس ايدي ولا تبوس ايد اي حد. اللي هيكبرك وهيكبر قناتك شغلك ومجهودك، مش حد تاني. انا بفضل ربنا الحمد لله محدش عمل لي دعم من يوم ما فتحت القناه. انا اللي كبر لي قناتي صفحه الفيسبوك بتاعتي. انا كان عندي صفحه على الفيسبوك، كنت كل شويه اشير الفيديو فيها، اشير لينك معين، احط صوره على انستجرام، احط اللينك تحت الصوره كده. مفيش حد هيكبر قناه حد غيري. شفت تعليق ورد تاني في المنتدى لما بتكلم على جبر الخواطر، لقيت واحده بتقول لي ثانية واحدة، ما لا أخش جوه. لقيت واحدة بتقول لي بما إنك بتتكلموا على موضوع جبر الخواطر، ليه القنوات الكبيرة مش عايزة تعمل تكبر بخط القنوات الصغيرة وتعمل لها دعم وتكبرها؟ حبيبة قلبي، القنوات الكبيرة معظمها طلع لوحده، ما بقاش يتحايل على حد، ما بقاش يعمل حد، والقنوات كترت، المتابعين بقوا قنوات، يعني ما فيش متابعين أصلا غير قليل، يعني ممكن تلاقي 5% متابعين و95% قنوات. المشاهد هيتفرج على الحاجه اللي تعجبه هو. لما انت تخش في كل التعليقات تكتب ادعموني وجبروا بخاطر وكده، هم هيتفرجوا على الحاجه اللي تعجبهم هم. يعني انا قدامي قناه وقناه 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 وقناه، هدخل القناه اللي تعجبني انا، مش هدخل مش واحده تكتب لي تعليق اخش قناتها. وبالنسبه بقى للحلوفه اللي كانت شمتانه في بنتي، خش جوه يا بنت. بالنسبه بقى للحلوفه اللي كانت شمتانه في بنتي، اللي بنتي كانت تعبانه، فانا بنتي الحمد لله كان كل اللي عندها شرقت وهي شرقت وهي نايمه. يعني كل الاطفال معرضين للشرقه، عامله فيديو وعماله تقول مرض بنت صدفه جت مرض ايه ده، يعني ادي عليك اقول لك بتتركي بمرض، يعني هيبقى حرام عليا. يعني لما انت شفتي في تفضل لسه عندها 3 شهور وعامله فيديو وعماله تقول مرض بنت صدفه جت، مرض بنت صدفه جت، عشان خاطر واحده طلعت تدعي المرض ان هي عندها اللهم احفظنا السرطان. لما جيت كتبت لها على المنتدى قلت لها ابعتي لي ورق، بعت لي ورق بتاع واحده بتصرف حقن بنسلين من 2017 ومش مكتوب عليه اسم، تقول لي عشان خاطر خايفه اهل خطيبي يشوفوا الصور. انا اعرف اهل خطيبك منين؟ طب ماشي، ابعتي لي التقرير بتاعك. قلت لها ابعتي لي التقرير بتاعك ان انت عندك كانسر، وانا اوعدك ان انا هاخدك القناه بتاعتك عندي وهخلصك الشروط كلها، وهنزل لك كل يوم، وهقف جنبك وهخلصك القناه كلها انا وامي والناس اللي اعرفهم من
معظم القنوات اللي هي اللي المشتركين عندها اكتر. قالت لي اصل انا لسه ما عملتش التحليل ومش عارفه. طب لسه ما عملتش التحليل ومنين بتدعي ان انت عندك كانسر، ومنين بتدعي ان انت عندك صمام في القلب؟ حرام عليكي. لا تمرضي فتمرضي، حرام عليكي، ده مش كلامي. انا لما قلت لك ان انت كدابه، ان فعلا انت كدابه. انت عماله تخشي تلمي مشتركين وبتقولي على نفسك كده ليه؟ عشان خاطر مشتركين وشويه فلوس؟ حبيبتي اليوتيوب ده مش مضمون، مش مضمون ولا ليا ولا ليك ولا لاي حد. اليوتيوب عمره ما كان لقمه عيش ثابته لاي حد. يعني بالنسبه لبيتنا احنا الحمد لله جوزي بيشتغل، جوزي مش قاعد قاطع لليوتيوب زي ناس تانيه كتير قوي. الحمد لله جوزي بيشتغل، واليوتيوب ده حاجه جنب شغلنا. البحر يحب الزياده، والحمد لله بنجتهد، ما بناخدش حاجه من حد. وشغلنا اللي احنا بنشتغله في اليوتيوب بنجتهد بيه، مش قاعدين، مش طالعين قاعدين عاملين، قاعدين بنتكلم في اي حاجه وبنقعد. لا الحمد لله بنشتغل، بنقف في المطبخ وبننزل السوق وبننزل المحلات وبنشتغل زي اي شغل عادي. كل بني ادم بيبدا صغير بيطلع السلم واحده واحده، درجه درجه، ما بيفطش مره واحده لفوق. مفيش الكلام ده اصلا. حتى لو تاخدوا بالكم معظم المسلسلات والافلام يقول لك البني ادم يقول لك ايه، انا عصامي، انا بنيت نفسي بنفسي، انا بدات من الصفر، انا عملت من الصفر. صح ولا انا غلطان؟ عبد الغفور البرعي في المسلسل كان الاول شغال ايه؟ في الوكاله، بيلم الحاجات اللي بيبيعها. وبعد كده في الاخر بقى ايه؟ في الاخر بقى عنده مصانع وعنده عماير وعنده في الوكاله محل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. هو ده نصيبه يبقى كده. زي ما احنا الحمد لله بدانا قناه صغننه، كل ما القناه بتكبر معاك كل ما مرتبك بيزيد في اليوتيوب. وده بشغلك وبمجهودك، مش بحاجه ثانيه، ولا بدعمي ولا بدعم امي ولا بدعم اي حد. شغلك ومجهودك هو اللي هيثبتك، مفيش حد. وهتثبتي لنفسك، مش تقولي انا عايز اثبت لجوزي واثبت لعيالي. لا حبيبتي، اللي عايز يثبت يثبت لنفسه، ما يثبتش لحد. طول ما انت حتى في دماغك ان انت عايزه تغيظي حد، زي الناس اللي فاتحه القنوات اللي عايزه تغيظ حماتها، ولا عايزه تغيظ اخت جوزها، ولا عايزه تغيظ جوزها، ولا عايزه تغيظ طليقها، انت فاتحه القناه عشان تغيظي البني ادمين؟ ما في، مش دايما، اقسم بالله ما دايما حد، ما بتضمش لحد ابدا. فاللي عايز ينجح بينجح لنفسه مش لحد تاني. اتمنى كده تكون يا جماعه رسالتي وصلت. ومن بكره ان شاء الله هنزل وصفه البسبوسه اللي انا كنت عاملاها. انا كل ما اجي عندهم هنا ان شاء الله هحاول اعمل لكم الصينيه الحجم الكبير، عشان خاطر لو واحده عندها عزومه، عيد ميلاد، اي حاجه وعايزه تعرف الحجم الكبير ده بيشيل قد ايه، فانا كل مره اعمل لكم حجم كبير فيها عشان خاطر تبقوا عارفين. خش جوه وامسك الباب ده عشان ما يزيقش، تمام؟ اتمنى كده اكون فدتكم بكلمتين دول اللي قلتهم لكم. ايه تاني؟ وحسبي الله ونعم الوكيل برضه في كل اللي قال، في كل اللي حصل في الجامع امبارح. وبعتذر مرة تانية، احنا فعلا ما كناش نعرف حاجة زي كده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ماشي؟ وبالنسبة بقى للأستاذة لسه معلقة عند أمي، وشتمة على المتابعين، وشتمة على الدنيا كلها، وشتمة على الناس كلها، عيب. كل واحد بيدل على البيئة اللي هو جاي منها. ولما أنا برد عليك بنفس الشتيمة بتلوموا عليا. طب اتمنى دلوقتي المتابعين عندي يدخلوا اخر فيديو عند امي اللي هو بتاع المقلوبه اللي احنا مصورينه كلنا، ويشوفوا اول تعليق متثبت مكتوب في ايه، وانتوا احكموا. انا مش هتكلم، وانتوا احكموا، احكموا بنفسكم كده التعليق مكتوب في ايه. لو انتوا يرضيكوا الكلام اللي في التعليق ده، انا هسكت خالص ومش هتكلم. لو انتوا تقبلوا على نفسكم الكلام اللي، بس اتمنى ما تحذفش التعليق قبل انتوا ما تشوفوه. انا هنزل الفيديو ده على طول دلوقتي بسرعه عشان خاطر تشوفوه. وكل سنه طيبين، ومعانا ان شاء الله السنه الجايه نعمل حاجه جديده كده حلوه. وبس ان شاء الله انزل لكم، مش عارفه انزل لكم البسبوسه بكره ولا ايه، مش عارفه. بس ان شاء الله هحاول انزل لكم عشان اقوم اشوف الأنسة لافا. الناس اللي متضايقه من كلمه لافا، انا ما اعرفش اسم لافا ده ايه، بس انا لما الناس عرفت اسم لافا منين؟ لما نزلت الفيديو بتاع محل التوك، بقول انا هجيب توكه لبنتي لافا، تمام؟ لقيت واحده بتقول ايه؟ اسم لافا ده غريب، ولا اسم طائر ده، ولا اسم ايه؟ وتقول لي انت مش عايزه تطلعي بنتك عشان بنتك تخينه زيك. يا اختي يا ريت بنتي تتخن زيي، اتمنى. ماما انت ماما قلت المحتاجه شويه يا ماما، ماشي؟ فيعني مش فاهمه انا في ايه. كل واحد حر، اسمي بنتي عبد الشكور، اسميها برعي، اسميها متولي، اسميها زي ما اسميها، تمام؟ اشوفكم على خير يا جماعه ان شاء الله. واتمنى ما اكونش طولت عليكم، عشان اقوم اشوف الانسه لافا برضه. انا برضه لحد دلوقتي مش عارفه معنى اسمها. وبالمناسبه اللي طلع عليها الاسم ده حسن، حسن جوزي طلع عليها الاسم ده. كان دايما كل ما اشوفه لا يا لافا يا لافا يا لافا، تمام؟
بس اشوفكم على خير ان شاء الله، وربنا يرزق كل مشتاق وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب في اللي حصل النهارده. وبس انا مش عارفه اقول اكتر من كده، نقرا بقى الفاتحه للناس اللي ماتوا. حصل امبارح. امبارح ماشي، نقرا الفاتحه بقى للناس اللي توفوا، وربنا ينتقم اللي كان السبب واللي عايز يعمل فتنه وقرف والكلام ده كله، لان بجد بجد ده ما يجيش رب. الناس بتصلي في امان الله هيحصل لها كده، والبيجح الباكس القادر عامل بس مباشر ويصور ان هو بيموتهم. يعني انا ربنا يتولنا برحمته.